بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال كان الاختيار صعب، لأن في الظروف اللي تتجرى فيها المنافسات الوطنية كاين نهائي ديال كأس العرش، كاين كذلك مجموعة ديال المباريات مؤجلة، وبالتالي اضطرينا أننا نستغناو على اللاعبين ديال الرجاء، ديال الوداد، ديال البركان، وكذلك ديال الحسنية، تقريبا واحد 13 لاعب، ونحاول نعطيو فرصة للاعبين من القسم الوطني الثاني اللي برزوا في الدورات الأخيرة، وتابعناهم فرصة لهم كذلك باش يعيشوا أجواء ديال المنتخب، ويحاولوا أنهم يبينوا المؤهلات ديالهم، واللي يستحق فيهم أنه يكون إن شاء الله في المستقبل مع المنتخب راه غادي يكون. طبيعة الحال هذه تجربة تنظن مهمة، لأن غادي نسافروا لإفريقيا، غادي نجريو جوج ديال المباريات، فواحدة في النيجر في نيامي يوم الأربعاء إن شاء الله، والثانية في لومي في طوغو يوم الثلاثاء، وبالتالي جوج ديال المباريات مهمة في أجواء الإفريقية. اليوم ممكن نسترجعوا لاعب من حسنية أكادير، لأن اتصلوا بنا، لأن كريم بعدي عنده أربعة ديال الأوراق صفراء، وبالتالي ما غاديش يلعب في المباراة المؤجلة ديالو مع الرجاء، وبالتالي المدرب طلب مني أنني يمشي معنا، ممكن أنه يرافقنا. نتمنى أننا نقوم بمباريات في المستوى، وأن هاد اللاعبين يستفدوا من التجربة هذه إن شاء الله. ما عوضناهمش لأن كانت عندنا لائحة موسعة، وبالتالي هذوك اللاعبين كانوا تم الاخبار ديالهم تقريبا اكثر من 10 ايام، وفي الاول ملي الاداري سول على جوازات السفر كلشي قال بانه عنده، ومن بعد تبين بان كاين لاعبين اللي ما استطاعوش انهم يحصلوا عليهم، وطبيعة الحال هما اللي تيتحملوا المسؤوليه ديال هذا الاجراء. هدف رائع، تنظن بان الجميع شافوه، ربما شفنا في التلفازه ما بينش مزيان، ولكن هنايا هدف رائع، وبالتالي ما يمكن الا اي واحد غادي تيبغي الكره انه يصفق على هذا الهدف هذا.